اليدوية وهبة حمزة إلى أحمد أبو حماد من جديد ومشوار الصباح حاضر من محافظة إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا وضيوفه الكرام بمواقع متعددة داخل هذا الصرح الأكاديمي الشامخ. أحمد، إليك من جديد بهذه الإطلالة المتجددة. صباح الخير مجحم، صباح الخير مشاهدينا، بنصب عليكم مرة أخرى من جامعة العلوم والتكنولوجيا. اليوم مشاهدينا راح نتعرف على واحد من أهم وأقدم المشاريع اللي قامت فيها الجامعة. اليوم راح نتعرف على البحيرة الصناعية اللي بيتم استخدامها للحصاد المائي من خلال العديد من مصادر التغذية، وبتم استعمالها لري المزروعات والأشجار المثمرة، وهي الآن محطة هامة من محطات الطيور المهاجرة، وبيتم استخدامها في التعليم وعمليات البحث العلمي الخاصة في بعض الكليات داخل الحرم الجامعي. راح يكون معنا الآن المهندس جمال البطاينة، وهو مدير وحدة التشغيل والصيانة في الجامعة، لحتى عرفنا أكثر على هذه البحيرة. بنقول لك مهندس صباح الخير ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم جامعتنا، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. حقيقة نحن سعيدين بلقائكم، ونحب نعطيكم فكرة عن إنشاء هذه البحيرة. تم إنشاءها مع إنشاء الجامعة من خلال التصميم، أوكي، تصميم الجامعة، وذلك لاستيعاب المياه المستصلحة الناتجة من محطة التنقية. نظرا لوجود عندنا محطة التنقية، الجامعة تعتبر مدينة متكاملة بكل خدماتها، فمن ذلك من 83 تم إنشاءها. قدرتها تستوعب هي 132 ألف متر مكعب من المياه، ارتفاعها 578 متر عن سطح البحر، أوكي. المساحة السطحية تبعها بحدود 44500 متر مربع. روافدها حقيقة ابتداء هي وجدت لغاية مثل ما حكينا محطة التنقية، تم عقد اتفاقية مع وزارة المياه وجر مياه وادي حسان، بالإضافة لمياه الأمطار. مياه الأمطار حقيقة بعد إنشائها بال83، بال92 إجانا هطول أمطار غزير أدى إلى انجراف كميات كبيرة من التربة، تمام؟ هاي بالنتيجة رسوبيات قللت من كمية المياه الموجودة في البحيرة. رأت إدارة الجامعة في ذلك الحين وبخبرات وكفاءة الأعضاء هيئة التدريس بتصميم سد ترابي. سد ترابي يعتبر هو المنطقة الكاتشمنت أريا لمياه الأمطار الجاية للجامعة من المنطقة الشرقية امتدادا من الأودية والوديان، من ابتداء من محافظة المفرق. سعته 160 ألف متر مكعب، تمام. يتم تزويدنا للبحيرة نقها خلال فترة الشتاء، بالإضافة استمرارية تدفق المياه المستصلحة من الجهتين اللي حكينا عنهم. تستخدم هاي المياه لري لغايات الري، ابتداء المحاصيل الحقلية والمحاصيل الموسمية، الأشجار، النباتات، بناء على المعطيات الفحوصات المخبرية الدقيقة المعتمدة، القياسات بمواصفات القياسات الأردنية، تمام، ضمن يعني محددين احنا بمواصفات القياسات الأردنية. نعم. للمواصفات المياه ان تكون مستصلة يعني صالحة للاستخدام البشري، تمام. أوكي. مهندس، نحكي عن استخدامها في عمليات البحث العلمي وايضا دراسة بعض الكليات والطلاب بيجوا عليها بعض الأبحاث العلمية. حقيقة استغلوا هاي الضروري استخدامها خلال البحث العلمي. فمثلا في عندنا بعض الطلبة بإشراف الأعضاء هيئة التدريس الدكاترة أنشأوا أو استحدثوا قارب خلال الطاقة الشمسية، ممكن أنه استخدامه إحنا للتنقل داخل البحيرة، جسم البحيرة. الشغلة الثانية المهم أنه مشان الغواصات، غواصة في عن الدكتور، أوكي، مدير مركز التميز سابقا الدكتور خالد فهمي، خالد الأصفر، أوكي، حصل على براءة اختراع مؤخرا عالمية، تمام، باستخدام الغواصة والغواصات اللي أجرى تجارب عليها باستخدام البحيرة. مؤخرا حاليا في عنا الدكتورة منى أبو دلو تقوم بدراسة لإدخال أنواع الأسماك لتتناسب مع المياه المستصلحة الموجودة عندنا هون. نعم. مهندس، بالنهاية حديثنا حابين تحكينا عن هذا التنوع الحيوي الجميل. يعني أنا ما شاء الله شايف بحيرة جميلة، أيضا منظر جميل، وأنت قلت لي قبل شوي كانوا الشباب كمان بيستمتعوا بهذه المناظر الجميلة الطبيعية، أيضا لازم تكون موجودة في الحرم الجامعي. كمان في بعض الطيور المهاجرة، بعض الأشجار اللي متناثرة على جوانب هذه البحيرة الجميلة. حقيقة يعني لاحظنا أنه خلال مرحلة الفترة الزمنية لهجور الطيور، أوكي، صارت تتوقف عنا لفترات، هل هي بتكون من شهر 3 وشهر 5، تمام، إذا هي تعتبر موئل،
تمام للطيور المهاجرة، أدى أيضا إلى يعني استخدامها للطلب. أوكي، هلا الفحوصات نظرا لكمية المرحلة حاليا اللي بشهر 9، نظرا لكمية ما في مياه من الأمطار جاية عندنا كثير، وكمية الضخ عندنا أوكي اللي استخدم للزراعة عالية، فنسبة التركيز أوكي الفسفور يؤدي إلى ظهور بعض الأنواع من الطحالب الغير ضارة ضمن القياسات والمواصفات أوكي المسموح بها عالميا. نعم. تمام. شكرا مهندس، الله يعطيك العافيه، يعني شروع جميل رائع مميز. شكرا لك. شكرا. اهلا. شكرا. يا مرحبا. اهلا وسهلا مشاهدينا، مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشره من جامعه العلوم والتكنولوجيا، حبينا نسلط الضوء على العديد من المشاريع المميزه، وايضا راح نكون معكم بعد قليل باطلاله خاصه معطوفه رئيس الجامعه لحتى نتعرف اكثر على القطاع الزراعي الذي تتميز فيه هذه الجامعه الرائده على مستوى المملكه. والان راح استمر في بعض اللقطات الصباحيه مع الزميل معاذ الجحاوشه، وصباحكم سعيد مشاهدينا مره اخرى. We'll be right back.